النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء، ليالي مائلة للبرودة في عموم المناطق، ودرجات حرارة أعلى من المعدلات يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تنخفض اعتبارا من يوم الأربعاء. صور الأغمال الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم في عموم منطقة بلاد الشام، أيضا باستثناء بعض الغيوم العالية التي انتشرت فوق مياه شرق البحر الأبيض المتوسط. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على منطقة غرب تركيا وجنوب اليونان، يتوقع خلال الأيام القادمة أن تؤثر على أجزاء من شمال مصر. هذا بالآن وإياكم لخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، حيث لاحظ سيطرة الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة نوعا ما أعلى من المعتاد يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس خريفي معتدل يميل للحرارة ظهرا وعصرا في عموم المناطق، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة لتعود وتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس خريفي معتدل نهارا بينما يكون مائل للبرودة إلى بارد نسبيا ليلا، خاصة في الجبال والسهول ومنطقات البادية. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 21 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء 30 درجة مئوية متوقعة مع طقس يميل للحرارة ظهرا وعصرا، أما ليلا نسجل 19، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تخفض درجات الحرارة 27 درجة مئوية أما الصغرى 18، ويوم الخميس 27 إلى 19. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.